أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بكم النهاردة بفيديوهات جديدة عن توقعات الأبراج لليوم. توقعات برج الثور ليوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر 13 أيلول 13/9/2023. على الرغم من أنك بتفتكر أنه كل شخص عنده نوايا حسنة جدا معك، لكنك لازم تفتكر أنه ده خاص لما يبقى بيحاول برج الميزان أو برج العقرب أنهم يغازلوك في اليوم ده يا ثور. بالنسبة لك لو في سفر في المكان المثالي بالنسبة لك هو أنك تبقى في مدينة فيها زيارات كتير، أنت بتحب المغامرات الشبه دي. هيكون يومك سعيد جدا في اللي بيتعلق بالحظ. أرقام الحظ اللي هتبقى متاحة لك 20 أو 82. هتحتاج أنك تقرض شخص فلوس في اليوم ده، وهتحصل على بعض النصايح اللي من زملائك اللي بيعتبروا أكبر منك في السن. هتستمع ليهم بعناية شديدة جدا، لكن هتاخد كل اللي بيقولوه بحذر أكبر. هتشرب كثير من الموية النهاردة، صحتك جيدة جدا، لكن عليك انك تبتدي في ممارستك للرياضة على مستواك البدني. هتتحس النهاردة بشوية مشاعر متضاربة، هتشوف شخص من ماضيك من شأنه انه يرجع يسير مشاعرك مرة تانية. فاليوم ده هيغادر القمر برج الأسد في وقت باكر جدا من اليوم لغاية ما يدخل برج العذراء. هنبقى بنتطوق لأننا نحس بالنظام والتنظيم مع برج العذراء. هيكون كل المواليد جاهزين يتعاملوا مع الأمور العملية كتير. هنكون مفيدين منتجين، وهيبدو أننا بنعرف نركز على التفاصيل، ودي أفضل طريقة عشان نحقق بيع التقدم اللي بيبقى عندنا لما نبقى بنركز على الأهداف الأكبر اللي بتبقى لصالحنا ولصالح الأمور اليومية. ممكن ندير بها مهمات أساسية بتساعدنا عشان نعزز بها مساعينا وندعمها. القمر النهاردة هيظهر بشكل جديد جدا في البرج. من الأفضل أننا نبدأ في مشروع أو علاقة جديدة أو مبادرة مهمة خلال المرحلة الجاية اللي بتبقى بتخص القمر. هتبقى في وقت لنهايات وهبوط رمزي كبير وفقدان للوعي. هيتم تفضيل التفكير على الابتكار في الفترة دي. عموما اننا هنهدى من الفترة الفاتت. هنستمر القمر في فترة بلوغه لغاية ما يدخل القمر برج العذراء في المساء. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوا تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوا ياريت تشتركوا فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد معاي. أنا بكبر بيكم وبدعمكم المتواصل ليه.